وأول فقراتنا الصباحية حنروح فيها للمساحة الطبية، واليوم ضمن مساحتنا رح نحكي عن تقويم الأسنان اللي هو من أهم العلاجات التجميلية قبل أي إجراء تجميلي. اليوم ما بين الثابت والمتحرك والغير مرئي، اليوم نعرف أنه أي تجميل ضمن الأسنان أو أي تلبيسة إذا ما كانوا الأسنان بصفة جميلة وتقويم جميل فأكيد بيكون إشارات استفهام كتير بصفة الأسنان. لذلك دائما الطبيب قبل ما يروح لأي إجراء تجميلي بيسعى أنه يكون تقويم الأسنان جميل. شو رأيك يا ليلى؟ تماما يا رشا، اليوم رح نتعرف أكثر على أهمية تقويم الأسنان وأيضا أنواعه وشو هو الفرق بين التقويم الثابت والمتحرك وهي شو هي الإجراءات والاتباع لازم لحتى قبل ما يتم عمل التقويم، وأيضا في التقويم الشفاف وأيضا في التقويم العادي. اليوم في كثير من الصبايا والشباب بيتلبكوا أو بيكون عندهم موضوع من الخجل من نوع التقويم موديله أو حتى أحيانا يمكن مظهر الأسنان قبل التقويم، يمكن هذول الاثنين بيسببوا لهم إحراج. لكن في حال ثبات التقويم وتحملنا هذا الموضوع لمدة معينة من الزمن أكيد رح يعطي شكل للأسنان كتير حلو. اليوم رح نتعرف على أهمية التقويم وأيضا أنواعه وكل التفاصيل عنه مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة بانا العجان اختصاصية تقويم الأسنان. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتورة بانا. يسعد الصباح، كيفك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. وقت نحكي عن التقويم نحن عم نحكي عن عدة أنواع، وهو من أهم الإجراءات اللي دائما بتركزوا عليها قبل أي إجراء جراحي. خلينا بداية نحكي شو هو التقويم بشكل عام وشو هي أنواع، ولكن خليني أنا وياكي والمشاهدين نروح لفاصل صغير ونرجع لنكفي مساحتنا الصباحية. هي دكتورة بانا، كنا قبل ما نروح للفاصل عم نحكي عن أهمية التقويم أو شو هو التقويم بشكل عام وأهم أنواعه. هلا التقويم هو عبارة عن علم بيدرس تطور الوجه والفكين والأقواس السنية واعتراض المشاكل اللي ممكن تؤدي لسوء بالإطباق، سوء بالوظيفة. فكتير من العالم بتفكر إنه تقويم الأسنان هو طب تجميلي. لا، طب الأسنان تقويم الأسنان هو مو بس طب تجميلي، هو بيهتم بأنه نحن نحافظ على الوظائف بشكل عام للعضلات الماضغة واستقرارها مع الأقواس السنية. فنحن بالنسبة للتقويم ما بيهمنا بالدرجة الثانية، نحن بيهمنا التجميل. نعم. بيهمنا نحافظ على الوظيفة وأنه كل التوازن الوجهي يؤدي عمله بشكل تام. أنواع التقويم إذا رحنا لها، نحن في عنا تقويم ثابت وتقويم متحرك. التقويم الثابت هو التقويم المتعارف عليه، الأسلاك، الحاصرة، ممكن تكون الحاصرات تجميلية ممكن تكون معدنية. وفي عنا التقويم المتحرك اللي هو عبارة عن أجهزة متحركة أو التقويم الشفاف. هلأ في نقطة كتير مهمة بالتقويم، كتير ناس بتعتبر أنه مرحلة التثبيت هي مفصلة عن مرحلة التقويم. لا، تثبيت الأسنان هو من ضمن الأجهزة المتحركة لأنه هو مرحلة لاحقة للتقويم وهي أهم مرحلة بتقويم الأسنان لحتى نحن نضمن ثبات النتائج اللي حصلنا عليها. هي بالنسبة في عنا التقويم يلي بيكون من داخل الفم، هو تقويم غير مرئي بس هذا صعب تنظيفه على المريض، صعب التعامل معه، لذلك بيكون كتير أقل تداول. أما التقويم السلكي المتعارف عليه هو الدارج هلأ أكثر شيء. طيب دكتورة، اليوم في أعمار يمكن مناسبة ذكرتي أنه في أنواع للتقويم، ثلاث أنواع، هنون الثابت والمتحرك والشفاف. هل اليوم في اختلاف بيناتهم؟ وأيضا بالنسبة للأعمار ممكن كل عمر له نوع من الأنواع تكون هي مناسبة له؟ تماما. هلأ العمر هو اللي بيحكم الجهاز، كل ما نحن كنا بأعمار مبكرة بيصير عنا الروحة للأجهزة المتحركة أو الخارج الفموية، ومنقدر هون نحن نسيطر على التعديل الهيكلي، ما بيعود فقط هو تعديل سني. كل ما تقدمنا بالعمر صرنا باتجاه التعديلات السنية وباتجاه التقويم الثابت. ممكن ننجز بالأعمار المتأخرة بالتقويم الشفاف، بس التقويم الشفاف ما بينجز الحالات الشديدة، يعني منضل نحنا بالحالات المتوسطة للبسيطة. أما الحالات الشديدة حكما بالسلكي بعد أعمار متقدمة. هو مو جماليا الشفاف اليوم المريض بيختاره أنه كجماليا بعيدا عن السلكي، لا هو حسب الحالة. هلا في حالات ما بينجز التقويم الشفاف حتى لو طلبها المريض، نحنا هي هون مهمة الطبيب انه هو يوجه المريض شو الجهاز اللي بيناسبه. مناسب. يعني انا مو على كيفك انت بتحط الجهاز، الطبيب الناجح هو اللي بيختار خطه العلاج. احيانا بيجيكي مرضى بيقولوا لك انا ما بدي اقلع، طيب انت حالتك بتستطب بالقلع، بدك النتيجه اهم تماماً. من الشكل. فالطبيب يحرج قدام المريض بيقول له بلا قلع هون.
فوتوا بمدد كبيرة وفوتوا بأنه ما حصل على النتيجة اللي بده إياها. فأنا مو على مرأة المريض، ممكن أنا شفاف وضع الصحي الفموي بالنهاية، يعني طبيب بده يشتغل على هاي الجزئية الأهم، يعني هي بده يشتغل على النتيجة اللي بده يوصل لها. شو أنا لوين بدي أوصل؟ بدي أعطي الاستطباب المناسب. طيب دكتورة بانا، ذكرتي من خلال حديثك أنه في فروقات بين المدة الزمنية لوضع كل نوع من أنواع التقويم. خلينا نحكي عن هاي الفروقات، يعني في ناس بتقعد سنين، في ناس 6 شهور، في ناس يعني بتقلك أنا ما فيني، ما يعني ما بتحمل وجعه. قد ايه المدة الزمنية المناسبة لكل نوع من الأنواع؟ مثل ما حكينا العمر، كل ما كنتي بأعمار مبكرة أنت وفرتي على حالك مدة. يعني نحن بالأعمار الصغيرة إذا فتنا بأجهزة متحركة ممكن خلال سنة ناخد نتيجة، لما فتنا لأعمار كبيرة بدنا مدة أطول. صح. بس العملية التقويمية الناجحة وسطياً 2، يعني نحن إمتى بنحكم أنه في عندي فشل؟ لما تجاوزت 2، إلا بالحالات الشديدة اللي عندي تراجع فك سفلي كبير أو بروز كتير أو بروز كبير للفك السفلي، هاي بتمط معي أكثر. طب والثابت؟ هو سواء ثابت أو متحرك الوسطي 2، أكثر من 2 هون في مشكلة لازم نوقف عند الطبيب والمريض، سواء مشكلة بالتشخيص بالبداية أو مشكلة بسير خطة العمل كيف الأداء، أو من المريض بحد ذاته أو من مادة التقويم. هلأ المادة اللي نحن بنستخدمها إذا ما أنا على كفاءة عالية رح تفوتني بمدة أكثر، ما تعطيني القوى اللي أنا بدي إياها بشكل نظامي، فبفوت بمدة أطول أنا. فالفشل بيوقع، نحن دائما بنقول الطبيب بيتحمل 30% من الفشل والمريض بيتحمل 70%. وبلاحظ تلاحظي شغلة أنه بالأعمار صغيرة الفشل مو بس على المريض بيوقع، أهله، يعني الطفل ما هو قادر أنه يلتزم بتعليمات الطبيب، فالأهل هون عليهم مسؤولية ينبهوا، يلبسوا طريقة فعلي. تنظيفه، أمتى أنا بشيله، أمتى بحطه، هون الأهل عليهم العاتق. يمكن لأن وجعه شوية يعني للطفل بداية، يعني شفنا نماذج كتير من الأطفال بتتوجع، يعني وخاصة إذا كان بده شد كل فترة فتلاقي بيصدع الطفل. هلأ العملية التقويمية المفروض ما يكون فيها ألم. العملية اللي على المدى الطويل فيها ألم فيها مشكلة. أنا الألم بحصل عليه فقط أول يوم لما أنا بشد جهاز التقويم، وهو مو ألم بحد ذاته، هو عملية دفع للأسنان. إذا المريض حس بألم مستمر في مشكلة، هون لازم يراجع طبيبه، إما في قوى زائدة أو هو عنده حساسية عالية، هاي منتفاداها نحنا بأدوية. حتى الأدوية اللي مناخدها نحنا لتخفيف الألم لازم تكون مضبوطة. في أدوية مثلا مثل البروفين، هي عملية التقويم بتعمل عملية التهابية، فالبروفين هو مضاد التهاب بيأخر لي العملية التقويمية والحركة السنية. حتى المسكنات لازم تكون مضبوطة معي. يعني لازم يكون إذا في مشاكل معينة بالأسنان تتعالج قبل ما ينوضع اليوم هذا التقويم. أكيد أكيد، أنا لما بيكون في عندي نخور سنية، حالات لثوية سيئة، أنا ما بفوت بجهاز تقويم، يا بضبط الحالة من الأول وبضبط المريض، أنه أنت بدك تكون متعاون معي. إذا ما في صحة فموية هو تقويم فاشل حكما يعني. تماما. طيب دكتورة حكينا بالإيجابيات، ولكن بدك تعرفينا حضرتك إذا كان في سلبيات لموضوع تقويم الأسنان، وهل هناك بعض المخاطر ممكن تكون على اللثة فيما بعد؟ هلا ما فينا نسميها سلبيات، هي نحن بنقدر نقول عليها مشاكل او صعوبات بتواجهنا عند التقويم. اهم مشكله مثل ما حكينا هي العنايه الفمويه بالنسبه للمريض. المريض يلي ما بيهتم بالعنايه الفمويه رح يفوتك بنخور سنيه، هون نحن حنضطر، والتهابات لثويه معممه، رح نضطر نوقف عمليه التقويم، فهو خسر مده. انا بدي اوقف لعالج لارجع استمر بالتقويم. والمعروف انه بالشهر الاول الاسنان بترجع لوضعها الطبيعي، أنا مو بس وقفت عملية التقويم، رجعت مرحلة لورا. في صعوبة تانية نحن بتواجهنا الألم مثل ما حكينا، فهذا بيكون مضبوط. أحيانا اللثة بتكون حساسة شوي، في ناس إذا بتفرشي أسنانها بينزل دم منها، فممكن تكون عامل سلبي أيضا بموضوع التقويم. اللثة الحساسة تعالج قبل التقويم. التقويم إذا مع صحة فموية سيئة هو اللي بيؤدي لي لمشاكل باللثة، فأنا طول ما المريض متعاون معي إن شاء الله ما بيكون في مشاكل. طب دكتورة خلينا نحكي شوي عن بروز الفك الأمامي اليوم وأيضا تراجع الدقن، كيف ممكن للتقويم إن فعلا أنه بيغير الشكل الفك والدقن جذريا؟ تماما،
إذا رحنا بأعمار صغيرة، إذا نحن قدرنا نكتشف المشكلة بأعمار صغيرة، فنحن منعدل هيكلياً على الوجه، منحصل على نتيجة كتير جيدة لعمر تقريباً بيوصل الشاب أو الصبية عمر 10-12 سنة بيكون تعدل كل الوجه. أما إذا أنا بعد وثبة نقول هي بين 9 و14 سنة، إذا تجاوزت هالمرحلة فتت بقى هون بموضوع تقويم جراحي، انا بعازل تقويم جراحي لان صارت التعديلات بس سنيه، مشان هيك بنقول الاعمار المبكره هي أفضل. اللي لازم دائما نلحقها على بكير تاخذ نتيجه افضل. يعني حتى صرنا نشوف فشل بعمليات اي زرعه بالاسنان تجميليه اذا ما كان في تقويم جميل قبل هي الزرعه. يعني والدكتور يعني بيقول لك انه انا حكيت مريضي انه انت بحاجه لتقويم، هو ما بده، هو ما عنده وقت، فصار في شويه بروز بالاسنان. بتحسي اليوم العمليات التجميليه عم تكشف عيوب الاسنان بموضوع التقويم؟ تماما. طيب دكتوره، اليوم وقت اللي بنقول تقويم، اليوم الناس بتخاف من الكلفه الاقتصاديه، يعني بيقول لك غالي انا لو معي كنت ساويته لابني. اليوم هل الاسعار عم تناسب اليوم الدخل المواطن المعيشه الاقتصاديه؟ هلا دائما الاعمار المبكره بتوفر عليكي كلفه، بتوفر عليكي اجهزه، بتوفر عليكي مده، بتوفر عليكي كلفه طبيب وجلسات. التقويم بشكل عام هلا اذا بدنا نقول تتناسب مع دخل المواطن، هلا لا تتناسب لا تتناسب مع دخل المواطن، بس برجع وبقول لما بتكوني انت رايحه على طبيب مختص من البدايه وفرتي على حالك كلفه. احيانا بيحطوا اجهزه ما لا مستطبة، يعني بس لحتى نحن نعد جلسات. العمر المبكر بيوفر علي كتير كلف، بتفوتي بالأجهزة المتحركة انتي ارتحتي من الثابت وارتحتي من الشفاف. كتير بشع الثابت. هو بشع جماليا بس والله بيجيب نتيجة كتير، يعني السلكي هو أكثر تقويم بيجيب نتيجة، بيسبب كتير إحراج للشباب والصبايا. طيب دكتورة، اليوم عم تذكري حضرتك أنه نحن ممكن نستفيد من التقويم أو حسب الوضع المادي، خلينا نقول يعني في أجهزة ممكن تكون فعاليتها قليلة. اليوم في أشخاص ما عندهم قدرة مادية، في أنواع أجهزة، ممكن في أنواع أجهزة تكون غالية، أنواع أجهزة تكون أرخص. هل اليوم اختيار الجهاز السعر قليل ممكن يأثر اليوم على النتيجة؟ هلأ في براندات بتكون رخيصة بس ما بتأدي العمل، يعني ما بتعطيكي القوى المطلوبة بالوقت المطلوب وبتتكسر أثناء العمل التقويمي، فهي فوتتك بكلفة أكثر. فالطبيب بده يكون هو شوي واعي، يختار براند سعره مناسب بس يوفر عليه وقت ويوفر عليه تكرار والتزام المريض. هلأ المريض لما بيكسر الجهاز ما بيلتزم بالتوصيات، لما بيحطه بمكان مو حتى لو كان نوعيته منيحة ما حيستفيد شيء، بده يرد يعيده. انكسر غسله بمي سخنة لجهاز التثبيت أو جهاز الشفاف، فهو خسر أبعاده، منضطر لنعمل جهاز تاني. المريض أحيانا بيفوت حاله بكلف زايدة. طيب دكتورة بانا، خلينا نحكي عنكم كأطباء اختصاص تقويم تجميل. واليوم الطبيب اللي بده يشتغل بموضوع الفينير أو أي تركيبة كانت، تشبيك بيناتكم ما بين التقويم والتجميل، يعني يمكن أنتم الخطوة التي تسبق موضوع التجميل. تماما. هلا طبيب التقويم الاسنان مثلا انا عندي فراغات، عندي تراكبات، عندي فقد بالاسنان، ضياع، انا بهيئ الوضع لطبيب التجميل انه يفوت يقدر يعود، بامن له المسافات، بحدد له البروزات للاسنان، بعطيه بحطها على القواعد الفكيه بشكل نظامي حتى يكون سهل عليه التعويض او التجميل. هلا احيانا كثير عم تنحل مشكله التقويم تجميليا، انه بيستغنوا عن التقويم بيروحوا على التجميل. هلا هي انا مع وضد، مع بالحالات البسيطة، بس بالحالات الكبيرة ضد، لأنه هي لها مشاكل على المفصل الفكي الصدري. مثل ما بيبين العيوب، يعني وقت اللي بيصير برد للأسنان بيبين بروز وبيبين التراجع. تماما يعني. تماما. حتى التعديل التجميلي بيعمل لك مشاكل على المفصل الفكي الصدري، هي بتروح مع المريض لسنوات طويلة ما بيعرف شو سببها. فمع وضد حسب الحالة. طب دكتورة خلينا نرجع نحكي عن جهاز التثبيت. ذكرتي حضرتك جهاز التثبيت وأنه هو كتير مرتبط، وفي كتير أشخاص بيروحوا لفكرة أنه أنا ما صدقت خلصت من التقويم لسه بدي حط جهاز تثبيت. فخلينا نوضح هاي النقطة أنه هو ضروري وأساسي وجزء من عملية التقويم. تماما الأسنان. جهاز التثبيت بلا نحن خسرنا كل شيء عملناه. معروف خلال أول أسبوع بتبلش، إذا ما لبسنا جهاز التثبيت رح تبلش الأسنان تتحرك،
بأول شهر العضة بتختلف، بعد سنة كاملة يفقد المريض كل شيء وتعود الحالة لسابقة، مثل ما بلشت بترجع الحالة. فجهاز التثبيت هو مو لاحق، هو جزء مهم، وبده يفهم المريض من البداية إذا ما بدك تلتزم معي بالتثبيت بلا التقويم من أساسه. بعد إيمت بيتم استخدامه جهاز التثبيت؟ بعد مجرد ما نفك، المفروض بالساعات الأولى هي الأسنان بترجع بتبلش تتحرك. فنحن يعني بالكتير تاني يوم، أنا اليوم فكيت التقويم، بالكتير تاني يوم لازم جهاز التثبيت وألبسه. وجهاز التثبيت يعني كلهم بيفكروا أنه سنة أو سنتين، لا، هو طول العمر بده يضل معك. أول 4 سنين مثل فرض الصلاة، قايم نايم، بس وقت الأكل والشرب منشيله. بعد 4 سنين منفوت ب10 ساعات باليوم أثناء النوم فقط. بعدين منبلش منخفضهم كل أسبوع، مننقص يوم لنوصل ليوم واحد بالأسبوع على الأقل منلبسه 10 ساعات. بس مدة كتير طويلة يعني، مزعجة ومؤلمة إذا بدك تضمن النتائج. هي فعلاً مدى دكتورة اليوم، إذا بدنا نرجع للأسباب الأساسية لوضع التقويم اليوم، يعني هل اليوم العادات الخاطئة عند الأطفال وإهمال الأهل لهي التصرفات، هل اليوم البنية السنية أحياناً نشوفها بيقولوا أسنانه مثل حدا من عائلته، يعني خلينا نقول الجينات، يعني شو أهم الأسباب اليوم اللي بتخلي اليوم أنا طفلي بحاجة لهذا التقويم؟ هلا في أسباب وراثية هي بتحكمنا، ما فينا نحن نضبطها، موجودة ومعترف فيها. أحيانا في عادات سيئة بمارسها الطفل كتير ما بينتبهوا له الأهل. كيف حضرتك حاطة إيدك على خدك؟ الطفل هيك. الاستمرار بوضع الإيد على الخد بيؤدي لتوقف بنمو الفك بهالجهة وبينمو الفك بجهة تانية. أنا أقول ليش عندي نمو أكتر؟ لا نعم، بس عم شبه. فبيصير عنده اختلاف بالعضة. مص الإصبع، الولاد اللي بيعضوا أصابعهم، الرضاعة الاصطناعية المستمرة بتعملنا عضة مفتوحة، هي كلها بتأدي لأنه نحن بنحتاج تقويم فيما بعد. فالأهل لما بدهم ينتبهوا على ابنهم شو عم يعمل عادات شو عم يساوي، بيوفروا عليه التقويم. حلة علاج طبيعي. ما الفكرة هي دكتورة أنه دائما يعني الأهالي بيستخدموا سواء اللهاية ولا الببرونة ولا حتى العضادة في أشكال ممكن تكون خفيفة يمكن على لسة الطفل، وفي أشكال هي إجباري بدها تخفف، حتى في منها ممكن يجي مع نوع من المسكنات. هذا كتير غلط، لأنه هو عم يسبب له عضة مفتوحة، تضيق بالفك العلوي، هجوم بروز بالأسنان العلوية. فنحن ضد دائما بنقول رضاعة طبيعية بعدين خلاص خالصين. هو الأم بتهرب لموضوع اللحية، يعني بتقلك أنا خاصة إذا كانت عم ترضع طبيعي، يعني فاللحية ممكن تغني شوي، أو إذا عندها شغل إذا عندها شيء فبتهرب. في أمها بتنزعج إذا الطفل ما أخذ لحية، بيعطوها بالغصب يعني. هلأ في أوقات يعني نحن لازم دائما القوة التقويمية ما لازم تتجاوز مثلا 4 ساعات، يعني اللحية حتى نص ساعة أوكي، لمدة سنة سنتين ما لها تأثير، أما فيما بعد لا، وما تستمر فيهم بيضلوا لأعمار يعني الولد ما بيشيلها من تمه. هون عم يمارسوا قوة مثل قوة التقويم أبدا. النهاية بتلعب مثل الإصبع، بتلعب مثل قوة تقويمية عم تأثر على الفك. حتى صرير الأسنان يعني مشكلة كمان. هلا صرير الأسنان هذا مشكلة كتير، لأنه بيسحلنا السطوح الإطباقية. فنحن لما بنجي ننجز عملية تقويم ما بقى نوصل للتشابك الحدبي اللي بدنا اياه، فبيضل عنا ما في إنجاز للحالة بالشكل النظامي. فبجهاز التثبيت بنضطر دائما انه نعدل، فصار بنعمل رفع عضة حتى نخلص من موضوع الصرير. موضوع الصرير. طب دكتورة في حال ما تم، يعني في حال الأهالي أحيانا بنلاحظ أنه في كتير أطفال حتى بيكبروا بيصيروا شباب بيكون عندهم فعلا مشكلة باللسة، بتقدم بالفك، بروز بالفك، حتى تراجع بالدقن لأعمار كبيرة، يعني يمكن ما يكون عندهم دراية لهذا الموضوع أو ما عندهم قدرة مادية، وبيروح اليوم هذا الشخص سواء الشاب أو الصبية وقت صاروا بعمر هنون حسوا حالهم بحاجة لحالة تجميلية. اليوم هل ممكن يتعالج بروز الفك الأمامي غير الأسنان؟ اليوم الأسنان ممكن تتجمل، لكن بروز الفك كيف ممكن يتعالج من دون تقويم جراحي؟ هون بقال نحن بنتعاون مع التقويم الجراحي. خلينا نوضح شوي عنه دكتورة. تنحل المشكلة. أنا كطبيب مقوم أنا ماني تقويم جراحي، أنا اختصاصي تقويم، فأنا بهيئ له الأسنان مثلا ممكن أضطر لألع وحدات سنية لحتى أخلص من البروز، بأمن له الفراغات، بصف له الأسنان، بيتدخل بقى الجراح، هو بياخد أجزاء من الفك حسب، أو بيوجه نمو، ما في عاد في نمو، بيوجه ممكن ياخد النتيجة نفس النتيجة اللي كان ممكن ياخدها من التقويم. لا طبعا، لا طبعا في فرق.
دكتورة بعنا اليوم هيك معلومات جدا مهمة ضويتي عليها ضمن صباحنا لليوم، بدنا نشكر حضورك لليوم، صباحك ابتسامة جميلة بدون تقويم. لك تسلم يا رب. شكرا لك، أهلا وسهلا بحضرتك.